وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفائلين مع البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما أطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك اقتراحاتكم وتعليقاتكم تهمنا. اليوم سنقوم بشرح أغنية خيروني ابن العم للفنانة الكبيرة نجوى كرم، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية خيروني ابن العم للفنانة نجوى كرم هي في مقام صبا على الري، والصبا على الري بالشكل التالي: والصبا على الري يتكون من المي بالربع تون والصول بيمول والسي بيمول، والدو دييز كنوطة حساسة لا تكتب في السلم الموسيقي. نعيد: صبا على الري يتكون من المي بالربع تون والصول بيمول والسي بيمول، والدو دييز كنوطة حساسة. الآن سنأخذ إيقاع دبكة لبناني على سرعة 96 ونعزف الأغنية بالموال وكذلك بالسولوهات، ثم نشرحها بالنوطة الحرفية البطيئة. كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية كعزف وغناء وصولوهات
الآن سنشرحها بالنوطة الحرفية البطيئة. في البداية غي غي صلفة فا صلفة مي غي 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 صلفة غي مي غي فا غي غي صلفة فا صلفة مي غي 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 صلفة غي مي غي فا. ثم ندخل إلى الموال الذي هو تقريبا لموال الفنان نجوى كرم. طبعا هو موال تلقائي، يعني حتى العزف يكون مثل التقسيم تلقائي. غي مي فا فا صول صول فا غي مي فا صول فا فا مي مي غي 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 مي فا فا صول صول فا صول فا فا صول فا فا مي مي غي 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 مي فا صول لا سي صول فا غي مي فا صول لا سي صول فا سي 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 دو سي سي لا لا صول صول فا فا صول فا فا صول فا فا مي مي غي غي. ثم الصولو ري مي فا فا صول فا مي ري فا فا صول فا مي ري فا فا صول فا مي ري فا فا صول لا لا سي لا صول فا صول لا سي لا صول فا لا لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري. نعيده مرة أخرى. ري مي فا فا صول فا مي ري فا فا صول فا مي ري فا فا صول فا مي ري فا فا صول لا لا سي لا صول فا لا لا سي لا صول فا لا لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري ري مي فا فا صول فا مي ري فا فا صول فا مي ري فا فا صول فا مي ري فا فا صول لا لا سي لا صول فا لا لا سي لا صول فا لا لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري. ثم الخروج بالكمانجات الى مقام عجم على السي بيمول. Redo, redo si sol la si. Redo, redo si sol la si. Redo, redo si sol la si. ببطء أكثر. Redo, redo si sol la si. وهنا نصبح في العجم على السي بيمول. العجم على السي بيمول الذي يكون بالشكل التالي. والعجم على السي بيمول يكون في السي بيمول والمي بيمول كعلامات في السلم الموسيقي. السي بيمول والمي بيمول. ويبدأ هنا الغناء. غي 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 مي فا ré 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 do ré mi ré do si ré 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 mi fa sol fa fa mi fa mi ré si si la sol la la sol fa fa sol la on a la bémol fa sol la sol fa mi ré mi fa. ونعود مرة أخرى إلى الصابع على الري. الآن سنعيد العزف مرة أخرى لتأخذوا فكرة عامة.
طبعا كانت هذه هي الخلاصة العامة لأغنية خيروني ابن العم للفنانة نجوى كرام. أتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.